مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات من يجدها بنبقى معاكم كل يوم اثنين وكل يوم, يوم اربع من الساعه 12 للساعه واحدة على الهواء مباشره على شاشه سي تي في كل حلقاتنا موجوده على صفحتنا الخاصه بالقناه على الفيسبوك سي تي في ايجيبت وكمان كل الحلقات بتنزل دايما على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب سي تي في ايجيبت فمن يجدها طول الوقت بنهتم نتكلم على كل حاجه تخص الاسره بشكل عام مش بس المراه طبعا المراه هي راس كل المواضيع اللي بنتكلم عنها ولكن احنا كمان حابين نتكلم عن الحاجات اللي تخص اولادنا النهارده هنتكلم في المذاكره المذاكرة بتبقى مشكلة كبيرة جدا عند أولادنا ما بيحبوش يذاكروا وما بيحبوش يقعدوا بالنسبة لهم المذاكرة والهومورك أو الواجب بتاع المدرسة أو الكلام ده كله لود أو ضغط عليهم في ولاد طاقتهم بتجيب انه يحبوا يذاكروا او انه دي ميولهم النفسيه وميولهم كمان او سلوكياتهم بتخليهم يبقوا ماشيين في الاتجاه ده وفي امهات نجحت انه بعد ما كان ولادها ما بيحبوش المذاكره بداوا يحبوا المذاكره بشكل كبير جدا مش هنقول انها شطاره ام وام تانيه مش شاطره لكن هي ميول الولاد كده او في اسباب وده الاهم اللي هنسلط عليه الضوء النهارده في اسباب ل عدم حب الولاد للمذاكره مش عايزه اقول كره لكن للاسف الشديد عشان نبقى بس واقعيين الموضوع اوقات كتير بيوصل مع بعض الاطفال لكره للمذاكره كره للمناهج الدراسيه كره انه يروح المدرسه كره انه يتعامل بكتاب و... و... وقلم و... ومذاكره وواجبات مشاكل كتير جدا بتحصل بتنتهي بخناقات ما بينا وما بين ولادنا فبتاثر بالسلب طبعا عليهم لانه بدل ما بنبقى متخيلين ان الولاد دول هيبقوا افضل لو انا ضغطت عليهم شويه عند بعض الاطفال وبعض الحالات الموضوع بيوصل معهم بالعكس انهم بيكرهوا الام بيكرهوا المدرسه بيكرهوا المذاكره إحنا عايزين النهاردة نعرف المشكلة عند مين؟ خلينا نحط إيدينا الأول على المشكلة علشان نعرف نوصل لحل لأنه طول ما إحنا كده مش حاسين إن المشكلة جاية من عندي في البيت ولا من المدرسة ولا من المدرس ولا من المناهج الدراسية ولا في مشكلة نفسية خاصة بالطفل آه اللي أنا بتكلم عنه أنا عمري ما هعرف أوصل لحل طول الوقت بنقول إنه الوقاية خير من العلاج لكن علشان أقي أصلا الطفل ده أنا لازم أعرف إيه سبب المرض اللي ممكن يجي أو العرض اللي ممكن يجي مش بنتكلم طبعا على عدم حب الولاد للمذاكره على إنه مرض ولا عرض لكن آه هو حاجه بتحصل في في أوقات الدراسه فخلينا النهارده نتكلم إيه السبب اللي ممكن يح يعني اللي يوصل الولاد لده ونقطه تانيه آه لو المدرسه هي المشكله وإن إحنا مش في إيدينا نغير المدرسه أنا عليا دور كبير كأم في البيت المفروض أحبب الولاد في المذاكرة هعمل ده إزاي؟ دي نقطة مهمة طب لو المشكلة عندي أنا مفروض أعمل إيه؟ برضو دي نقطة مهمة جداً فده هنتكلم فيه النهارده فلو عندكم اي سؤال عندكم اي استفسار عندكم اي تجربه شخصيه بنتبسط جدا لما بتشاركونا بيها على الهواء لانه بنحس انه صوتنا واصل رسالتنا واصله طول الوقت بنحس انه الحلقه فيها حياه اكتر فتواصلوا معنا طول الوقت وتابعونا طول الوقت علشان بنحب نتكلم في المواضيع اللي تخصكم واللي دايما موجوده جوه كل البيوت ده هنتكلم فيه النهارده مع ضيفتنا دكتور فيفيان مجدي اخصائي سلوكيات اطفال وماجستير صحه نفسيه فخلينا نخرج الاول لفاصل اعلاني ونبدا كلامنا مع دكتور فيفيان عن المشاكل او ليه ابني بيكره المدرسه بعد الفاصل ده طبعا في مشاكل كده بتبقى ثابته مع بدايه كل سنه دراسيه جديده من اهم المشاكل زي ما قلت كده في المقدمه ان المذاكره وانه لازم نرجع من المدرسه عندنا هوم او عندنا واجب لازم يتعمل عندنا التزامات عندنا اكتيفيتي في بعض المدارس عندنا حاجات لازم تتعمل طبعا في بعض انظمه التعليم مش كل التعليم ولكن الثابت في كل الانظمه انه عندنا حاجات لازم تتعمل كل يوم الا وهي الواجبات او المذاكره لو في امتحانات كمان آه فكرة المذاكرة بقى ومشكلة الولاد مع المذاكرة ده هنتكلم فيه النهاردة مشكلة عند الأم من البيت ولا من المدرسة ولا عند الطفل نفسه أو عند الطالب نفسه خلينا نتكلم في ده النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا جدا وجودها معنا النهاردة دكتور فيفيان مجدي أخصائي سلوكيات أطفال وماجستير صحة نفسية منورانا ورانا مرسي. خلينا كده نقسم الموضوع جزئين تمام جزء من المدرسة وجزء من عند ماما أوكي. لو هتكلم في الاول الجزء الاولين المدرسه ايه اللي يخلي الطفل مش حابب المدرسه اللي بيروحها كل يوم أه... ماما برضو شفتي <applause> انا بدات <applause> بالجزء يعني... الثاني اقول أه... احنا للاسف بنغلط غلطه أه... كبيره خلينا نتكلم الاول على اول جزئيه اللي يخلي ابني مش حابب يروح المدرسه الولد او البنت طول الصيف احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتفسح وبنلعب وبنتنطط وقاعدين طول اليوم قدام التابلت والموبايل و وكل الكلام ده واذ فجاه بنصحى في يوم احنا رايحين المدرسه رايحين نحضر الاورينتيشن الحفله احنا طيب مهدنا للولد او البنت ان احنا داخلين مدرسه طب الاورينتيشن ده بيعتبر حتى في بعض المدارس تمهيد خالص أعمل ايه بقى علشان اشيل الحاجز ده؟ لازم اقعد اتكلم مع ابني وبنتي كتير وكتير دي مش مره كتير دي من خمس لعشر مرات يوميا علشان ادخل الولد في نطاق تقبل الفكره انا بنقل في المرحله دي ابني من طفل لحد اكبر شويه انا خدته من حد ما كانش عنده قواعد ما كانش عنده حاجات ثابته بيعملها كان قاعد في البيت مبسوط بيتفرج على حاجات بتتحرك وتجري قدام عينيه حتى على فكره الولاد اللي بتروح حضانه الحضانه حاجه والمدرسه حاجه تاني خالص اي بس احنا كده بنتكلم في اول سنه مدرسه اه طبعا لكن انا لو بتكلم بقى في انه طفل مش اول سنه مدرسه راح مدرسه سنه واثنين وثلاثه مثلا وبرده لسه صغير ما هو طفل هو يعني بالضبط. جريد 1 او اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي لازم من شهر 8 ابدا اعمل تهيئه نفسيه للولد او الطفل ايا كان من سن ثلاث سنين لسن ثمان سنين ده يعتبر كاتيجوري واحد ال... وهي المرحله الحساسه عند اي طفل تمام لازم اقعد اتكلم كتير ده انا في حد كان بيتكلم معايا أه قلت له على نصيحه عملها، المشكله شبه اتحلت بنسبه 80%، ايه بقى؟ أوه. كان بياخد البنت ويروح بيها نواحي الاريا بتاعت المدرسه وكان بيبدا يفهمها وهما ماشيين بالعربيه يقول لها ايه دي؟ تقول له مدرستي علما بان هي في اول سنه ما كانتش بتحب تروح خالص. بس علشان باباها قعد يعمل كده تقريبا شهر كل يوم ياخدها ويعدي بيها من قدام المدرسه ويلف حوالين المدرسه. البنت وهي رايحه ما حستش بغربه. حسّت انه مكان مألوف احنا لو عملنا كده على فكره احنا طول الصيف فاضيين آه الموضوع مش هياخد مني اي مجهود ولكن بدخل الولد او البنت في مرحله التمهيد حتى على فكره اللي ممكن ولادي يبقى عندها آه في المدرسه بقى لها سنه او اتنين او ثلاثه وبرضو مش متقبله الفكره ما هو زي ما حضرتك قلتي هو ستيل طفل <applause> طب بس آه يعني اعذريني آه فى ناس كتير مش فى الأجازة بيبقوا فاضيين يعنى احنا بنتكلم فى أنه الأجازة فاضيين لأ يعني فى ناس كتيرة شغالة لغاية الساعة ستة و 7 بالليل أمهات مش بتكلم فى آباء يعنى وما بيتكلموا بيشتغلوا لغايه 6 و7 بالليل طول الوقت احنا في الاجازه بشكل خاص بنبقى عايزين ولادنا يتمرنوا على رياضات معينه علشان يبقوا بيعملوا حاجه مفيده في الاجازه بدل القعده قدام الالكترونكس طول الوقت بنبقى عايزينهم يروحوا الكنيسه والمهرجان والى اخره ففكره الفضاء او وقت الفراغ اللي بنتكلم عنه في الاجازه ما بقاش موجود حتى في الايام اللي احنا فيها دلوقتي كل مدرسه ليها بيج على الفيسبوك تمام بفتح الـ الـ ما احنا يعني بفتح البيج بتاعتهم على الفيسبوك وبجيب للولد او البنت كل الاكتيفيتي اللي اللي بتتعمل في المدرسه واقعد اقول لها او اقول له بص بيعملوا ايه في المدرسه؟ بص انت صورك السنه اللي فاتت كانت حلوه ده لو ولد اوريدي في المدرسه كانت حلوه ازاي؟ بص السنه الجايه الولاد الكبار بيعملوا ايه؟ بص ابدا احط الولد في فكره التحفيز التشجيع احببه في الفكره اصل للاسف في امهات او آه بيوت بتعمل العكس بمعنى المدرسه مش حلوه فانا بعمل حاجه من الاثنين يا اما بعتم على الموضوع يا اما بقول له طب انا هبقى اروح واشوف هم بيضايقوك في ايه او 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 آه. هم مش بيضايقوك هم الولد من عندي انا بس بيبقى محتاج شويه تهيئه وبعدين في ولاد كمان عندها فكره الانفصال عن ماما بتبقى شويه فيها مشكله فعشان كده بيبقى رافض المدرسه مش عشان المدرسه علشان هو هينفصل عن مامته طيب انا متاكده دلوقتي ان في ناس بتتفرج علينا ولادها في الاول كانوا الدنيا بالنسبه لهم اوكي مفيش فيها مشاكل ولادهم بيروحوا المدرسه مش متضايقين مش متعصبين مش متازمين ولكن بعد فتره بقى في مشكله عند الطالب او عند الطفل ده فيقولوا طول الوقت انه يبقى مشكله هنا من عند المدرسه مشكله هنا مش من البيت تمام يبقى ايه اللي بيخلي طفل متضايق من المدرسه مش بس في الاول في الاول طبعا زي ما حضرتك قلتي وانا متفق معاكي جدا محتاج التمهيد بشكل كبير لكن بعد كده ايه اللي يخلي طفل متضايق من المدرسه مثلا؟ ممكن المعامله جوه المدرسه بمعنى؟ بمعنى آه في حاجتين اقصدهم بالمعامله جوه المدرسه اول حاجه في ولاد شويه آه شخصيتها بتبقى اضعف من الولاد الثانيه طبعا فبيحصل الاتي إن الولد بيبقى لوحده في حين إن باقي زمايله بيبقوا جروب بيلعبوا وهو مش مندمج. الغلطة الثانية بتيجي من إيه؟ من التيتشر اللي جوه المدرسة اللي المفروض تنتبه للموضوع ده إن هي تاخد الولد ده وتعمله دمج ماتشنج بينه وبين باقي الولاد التانيين. لو ده حصل ثقي إن الولد هيبقى رايح حابب يروح. دي مم. حاجه الحاجه الثانيه اللي انا بشوفها فعلا في ولاد حقيقي بتزهق من القعده جوه المدرسه وخصوصا السن الصغير كي جي 1 وكي جي 2 آه. اولا هم عندهم طاقه محتاجين يتحركوا ثانيا هم لازم يعملوا اكتر من اكتيفيتي في اليوم احنا بقى كمدارس مصريه بنعمل غلطه بشعه بنعمل ايه بقى طول الوقت عايزين الولد قاعد ما بيتحركش آه ما بيعملش كده ما بيعملش كده ما بيكلمش زميله طب أنا كده بكتفه أنا لما بطلب من ولد كده كأني جايب حاجة كده حديد وبكتفه بيها طب إيه الحل؟ الحل إن أنا أكتر حاجتين أول حاجة حصص البي إيه انا شايفه ان المفروض الولاد يبقوا الالعاب طبعا م. انا شايفه ان الولاد المفروض يبقوا بينزلوا الجاردن بيطلعوا البي اي بيتحركوا لان ده سنهم الطبيعي ان هم يتحركوا الحاجه الثانيه الهاند كرافت كل ما شغلت الولد بايده حتى الولاد الكبار على فكره كل ما شغلت الولد بايده كل, كل ما هو ما بزهق او بالزبط. مملل أه؟ حتى ولاد ابتدائي أطلعهم, اطلعهم على البورد اخليهم يعملوا يبتكروا هم افكار وهم قاعدين عارفه مشكله المدرسين عندنا ان هم عندهم سكاديول خطه تعليميه عايزين يجروا فيها علشان يخلصوها ودي بالنسبه لي انا كحد مختص كارثه لان انت وانت بتعمل كده دايس على الولد ولا مديله وقت إن هو يتحرك يطلع طاقته ولا مديله وقت إن هو يشغل دماغه يطلع في ولاد على فكره مبدعه طبعا بس إبداعها بيتقتل وسط حفظ المناهج اللي إحنا بنعمله يعني طب إحنا كده بنتكلم في نوعيات معينه أو أنظمه معينه في بعض المدارس لكن المدارس الحكوميه أو المدارس حتى الخاصه بس المصريه ما عندهاش كده ما عندهمش حاجه اسمها الاهتمام بالمزيكا او بالموسيقى ما عندهمش اهتمام ان الولد يدخل مكتبه ما عندهمش اهتمام قوي يعني انه يدخل يشتغل على كمبيوتر عشان يعرف شويه حاجات ليها علاقه ازاي التعامل مع الـ 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 الكمبيوتر كجهاز حتى ما عندهمش الاكتيفيتيز العاديه او الحاجات اللي بيعملوها الاطفال في المدارس الثانيه ممكن ده يعني الام تعرف تعوضه في البيت او انها تعرف تغير من حاله كده الولد بيعيشها نتيجه لانه حاسس بالزهق او بملل في المدرسه ولا اللي بيحصل في المدرسه الام مش هتعرف تصلحه ابدا لا بتعرف الام لو مهتمه ومركزه هتعمل الاتي انا كماما لابني عنده ساي عشر سنين هبقى عارفه ان انا ابني بينبسط لو آه، عملنا كالرينج لو آه، آه، اه، اهتمينا بالموسيقى عنده المفروض ان انا كأم شايفه ان ده مش متحقق عند ابني في المدرسه اروح المدرسه واتكلم مع المختص هناك انا عندي مشكله مش عيب خالص على فكره اني انا اروح اتكلم انا عندي مشكله مع ابني محتاجين كذا في مدارس وعلى فكره حكوميه. تسمعوا؟ بيسمعوا دي مشكلة بس خاضعة. بيقولوا ان احنا ما عندناش الامكانيات بصف. اللي تخليني اجيب ارج لابنك مثلا علشان انا اعرف ام اشترت ارج ودته وخليته في المدرسه وكانت مدرسه تجريبي عاديه غالبا او حكومه وخليته هناك والولد بقي بيعزف في الطابور الولد بقي في حصه حصه فاضيه بيعزف لصحابه تعالي بقى شوفي كم التغيير اللي الولد بس اتغيره لمجرد ان هو حس بحاجتين واحد مامته مهتمه بمشكلته ومقدره زهقه في الموضوع ده اتنين هو اوريدي بقي بيروح علشان بيعمل حاجه مفيده دي نمت شخصيته زودت حتى ثقته بنفسه قدام صحابه ف فلا لو اتكلمنا الدنيا هتفرق يعني طيب احنا معانا تليفون ام كرولوس من اسوان الو الو مساء الخير مساء الخير يا ام الحمد لله نشكر الله اتفضلي ممكن اكلم مدام فيفيان اوكي اتفضلي معاكي انا معايا طفل في ثالثه ابتدائي زي ما انت حضرتك بتتكلمي وبتقولي هو بيروح المدرسه ومتقبل المدرسه بس يعني بالنسبه للواجب او بي يعني بيعملوا بجد مأمورية بيعملوا ايه؟ تغذيه ماموريه اه طضيت اوكي تغذيه أوكي. اه يكتبوا كده في دقيقتين ويخلص منه اوكي طب مش هو بيكتبوا صح؟ مش <applause> هو بيكتبوا صح يا ام بس مش ع... اه بيكتبوا صح بس مش عايز مذاكره اوكي مش عايز يراجع تاني خلاص يكتب يقضي مأمورية وخلاص تمام يعني بيخلص التزامه وخلاص خلص على كده اه طيب خلاص الدكتور هترد عليكي بشكرك في اطفال كده كتير جدا 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 أيوة. جدا جدا يعني آه... وبعدين تيجي تتكلمي معاهم آه... انا خلصت اه بالظبط آه انا خلصت وما تعرفيش تمسكي عليه غلط بالزبط. اللي هو انا عملت اللي عليا مش ده ال ال الالتزام بتاعي مسؤوليتي فانا خلاص عملت خلصت. ده خلصت آه... الولد مش حابب المذاكره علشان حفظ وتلقين وتلقين وحفظ وحفظ وتلقين وتلقين وحفظ حقيقي في ولاد بتتظلم في الحته دي في ولاد حقيقي مش بتعرف تحفظ في ولاد فعلا هم مش عايزين يعملوا وما تعرفيش تمسكي عليهم غلطه. طب انا كام بقى في اللحظه دي دوري ايه؟ اجيب الحاجات اللي بتخليهم تاخد انتباههم بمعنى السن الصغير بما ان السؤال يعني اتقال هتكلم عليه من اول مثلا سن الكيجي لغايه ما اقول كل المراحل في سن الكيجي الولاد اللي مش بتحب تقعد او تكتب او تعمل ودي على فكره الظاهره الاكثر شيوعا يعني اعمل ايه في ثلاث حاجات بعملهم يا اما بشتغل مع الولاد على الرمله الملونه او الدقيق او البلايدو ونبدا قبل بالظبط آه. قبل اما نكتب نعمل الحرف على يعني احنا خدنا ايه نعمل الحرف على الرمله الدقيق ايا كان حاجه واحده من الثلاثه اوكي طب انا ده بستفاد ايه منه اولا انا بحبب الولد في الموضوع بحسسه ان احنا بنعمل نشاط هندك ايدي ايدي شغاله اه... كمان الصوره بتاعه الحاجه اللي بيعملها طب بتثبت خلاص طول ما ما ايدي شغاله في حاجه ملونه وعنية و... طبعا طب الولاد الاكبر سنا اللي المعاناه بالنسبه لهم بتبقى شويه اكتر في الاقناع طبعا اشتغل معاهم على موضوع الحافز الثواب والعقاب بمعنى اشوف ايه اكتر حاجه ابني بيحبها وابدا احفزه بيها او امنعه عنها او امنعه عنها طبعا اوكي بس انا ما بحبش فكره العقاب دايما بحب الثواب الاول يعني لو عملنا طول الاسبوع ده الهوم بتاعنا واخر الاسبوع انا هسمع لك اللي احنا خدناهم طول الحاجات اللي خدناها طول الاسبوع انت هتختار المكافاه اللي انت عايزها وانا هعملها لك وحقيقي اعملها ليه بقى لاني انا كماما ما ينفعش اقول لابني حاجه وما اعملهاش واحد انا فقدت مصداقيتي بالنسبه له اتنين هو مش هيسمع كلامي في اي حاجه تاني فالموضوع كده انتهى فابقى قد كلمتي طبعا كل ام عارفه توقعات او سقف طموحات ابنها يعني أه فالسن الكبير شويه باخد معاه الحته دي أه طب ما عملش ما خلاص مثلا مش هننزل نخرج اخر الاسبوع مش هجيب لك اللعبه مش هتروح التدريب على فكره عادي ما عنديش مشكله في بقى ما هو اصعب م. ولد مش بيحب يعمل الهوم ومش بيعمله غير لو ماما قاعده جنبه تمام آه والظاهره دي بتبدا تظهر قوي من مثلا تانية ابتدائي لما, لما فوق. فوق اه فماما بتعمل حاجه من الاثنين عشان تريح دماغها يا اما تقعد جنبه يا اما تقعد جنبه وتمسك ايده وهو كبير وتعمل معايا يا اما هي تكتبه يا نهار انا عارف. بيعدي عليا كده صعب جدا بالزبط. جدا جدا حضرتك بندمر الاولاد طبعا وبتستسهلي وبتعلميه يبقى اتكالي وما تستنيش منه اي حاجه طيب يا دكتور ما هو لو ما عملش الهوم بتاعه هيتعاقب يتعاقب. طب ما يروح يتعاقب بالظبط ايه المشكله مم؟ هيتعاقب مره والثانيه ثقي تماما المره الثانيه في المره الثالثه هو هيعمله دي. ليه بقى العقاب بيكون ااا آه قدام احراك. الناس الولد في السن ده او البنت طبعا بيبقى بيكون ثقته في نفسه بالضبط. فما بيبقاش حابب ده وصورته في عينين الناس اللي بالزبط. حواليه دي نقطة مهمة بتبقى عنده جدا ف... في الفترة دي ف... ف... يا جماعة ما تستسهلوش أيوة. يعني ما تقعديش جنبه آ... ما, ت... ما تمسكيش ايده وهو بي... بيكتب حتى لو مش عارف لو غلط مرة والثانية صلحي من بره بعد كده هو هيعرف على فكرة طيب آه حاجة ثانية كمان محتاجة أتكلم مع فيها ال... الأسلوب بتاع المدرسة اللي م. في الفصل ممكن يبقى السبب من الاسباب اللي بيخلي الولاد يكرهوا المدرسه او مش حابين يروحوها ولا المدرسه ما عليهاش العبء اللي خلينا نقول انه ابني كاره يروح المدرسه وكاره المذاكره بسبب المدرسه لا ازاي ده يعني ده بقى موقف شخصي معايا انا شخصيا وانا في كي جي 1 شفتي من كام سنه مش قادره انساه خالص مدرسه احدى المواد ضربتني بالمسطرة على إيدي هنا أنا لغاية النهاردة فاكراها وفاكرة اسمها وما بحبش المادة طول عمري إلى الآن ده ده موقف شخصي خبر. وأنا يعني يعني مدرسة عليها تقريباً مش 50% 75% من حب أو كره الولد للمدرسة طب ما هي لو مثلاً لو ما بتعاقبش المدرسه دي يعني او ما بتديش او ما بتضربش او اي حاجه بس هي اسلوبها مثلا في اطفال بيحبوا انه المدرسه تقول لهم برافو انا بحبكم انتوا شاطرين انتوا كويسين أنت يعني كلمات التشجيع في بالزبط. كتير من الاطفال بيحبوها. آه المدرسات او المدرسين عامه بيبقوا بصي هو انا بعذرهم شويه علشان هم بيبقوا مضغوطين من حاجتين ثلاثة شغلانة إيه صعبة هم قوي أصلاً. جدا شغلانة صعبة جدا أنا شايفة إن مش أي حد ينفع لا. يبقى مدرس ملكة, ملكة. بالظبط أول حاجة أنت عندك جوه الكلاس أقل حاجة من 28 ل 40 ل 45 ولد أو بنت تمام إحنا بنتكلم على الإن <applause> يعني. جنرال أه أه طيب. تاني حاجة أنت كمدرسة عندك منهج لازم تخلصيه الأسبوع ده تكوني مخلصة كذا ما ينفعش قدام السوبرفايزر بتاعتك او 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 تبقي مقصره اه ثالث حاجه انت مسؤوله عن 40 ولد ب 40 نفسيه ب 40 تنشئه ب ب ب 80 اب وام يعني يعني هو حد. نوعيات يعني بنت مختلفة عن ولد طبعا انت آه. كل انت بيبقى عندك ولاد توأم جوه الكلاس والولدين مختلفين. على النقيض يعني ف ف طب نعمل ايه؟ اول حاجه المدرسه لازم انا شايفه العنوان الاحتواء احتويتي الولاد عندك في الكلاس اكيد اي ولد في الأربعين بقى اللي قاعدين قدامك ما بيحبش صوتك العالي اكيد اي ولد بيحبك تشجعيه تعملي له كده برافو بس على فكره هما مش طالبين اكتر من كده اكيد اي ولد ما بيحبش التمييز يعني للاسف في مدرسين بيشوفوا الولاد وده موقف يعني انا بقول حاجات عمليه على فكره وواقعيه في مدرسين بيشوفوا الولاد اللي عينيها ملونه اللي شعرها اصفر اللي اللي يهتموا اكتر بالظبط ودي كارثه انت حضرتك كده بتعملي كارثتين بتدمري آه. بتدي طفل غرور كده مش بالضبط. تاني حاجه بتدمري باقي الاولاد اللي قاعدين لما اصلا بيبقى في طفلين في نفس البيت بنت وبنتين مثلا بنت مثلا طالعه ملونه وبنت طالعه مثلا سمره شويه او خمرويه كده وشعرها عادي ونلاقي الناس بتهتم بالبنت اللي عينيها ملونه وال... واللي شعرها ملون اكتر من البنت اختها مثلا خلاص فنفضل فن... نقول طول الوقت ما ينفعش لازم يبقى اهتمام كل اكبر بالثانيه بالظبط انا بقى نصيحتي لكل المدرسات او المدرسين حاجه واحده بس انا شايفه لو اتطبقت الدنيا هتبقى زي الفل شوفي الولد الضعيف الشقي الاقل امكانيات وقدرات اهتمي بيه اشتغلي عليه واشتغلي آه. عليه ودعميه نفسيا وقولي له برافو وسقفي له حتى لو هو دون المستوى شويه اكتر من الولد الشاطر لان الشاطر هو اوريدي شاطر. شاطر التاني انا عندي عندي معاه دروب بالضبط. فلازم اظبطه خلينا أيوة. ناخد التليفون ده معانا مايكل من اسيوط الو صباح الخير صباح الخير مساء الخير انا معايا مارينا في سنه تانية مارينا في تانية اه اوكي ازاي اعرف قدراتها ده حاجه نمرة اثنين لما بتشوف الابله بتاعتها هي حاجه بتشوف الابله بتاعتها معلش انا مش شا... مش استاذ مايكل انا مش حضرتك لما بتشوف الابله بتاعتها اذا تاخد هو في الابله بتاعتها هي السنه الثانيه ابتدائي هل ده صح ام غلط؟ لما بتشوفك ايه يا فندم؟ لما بتشوف الابله بتاعتها الميس بتاعتها يعني تدخل المدرسه عايزه اشوف الابله بتاعتها تبوظ فيها هي ومروحه عايزه تجيب لي الابله بتاعتها تاخدها هل ده صح ام غلط؟ تمام تمام دكتور فيفين هترد على حضرتك اولا هو في تانية ابتدائي البنت يعني مارينا واولا اول سؤال خالص قبل السؤال ده عايز يعرف قدراتها يعرف قدراتها ازاي اكيد هي تميزت في حاجة لو احنا بنروح كنيسة لو احنا حتى في البيت لو لاحظنا البنت مثلا بتغني بت ودنها بتروح لاي مزيكة لاي حاجه يبقى احنا كده عندنا ودننا كويسه نتجه بقى نعمل تيست اورج عس في حاجه بنشوف الكرال بتاع الكنيسه في ولاد طول ما هم قاعدين تلاقيهم ماسكين ورقه وقلم وبيلونوا بيعرفوا يعني انا اكتشفت قدرات بنتي في موضوع الكالرز والحاجات دي بالصدفه البحتة يعني هي دي حاجات واضحه أوه. في حاجات بتبقى واضحه كان في حاجات في قدرات بتبقى عند بعض الاطفال مش باينه مش بتبان يعني دلوقتي بالظبط لسه مش دلوقتي مش دلوقتي مش في ثانيه مش ابتدائي ده الحاجات دي بقى لما بيبداوا يكبروا بيبداوا احنا نلاحظها وهم بيعبروا عنها اوكي لكن فكره كده احنا لسه صغيرين الحاجات دي القدرات دي اللي انا بلاحظها دلوقتي في السن ده رسم عزف في... الحاجات الواضحه الحاجات الواضحه وبعدين انا كاب وام المفروض ابدا اجرب م. بمعنى انزل ابني او بنتي حاجه او حاجتين واشوفه هو حبهم ما عملش في ناس في حته القدرات دي بتعمل قمع للولاد اللي هو انا قررت كماما ان بنتي هتنزل باليه خلاص ده تمام حتى لو هي مش حباه طب ما هي ميبي تتفوق في حته تاني جربت حاجه مع الولد او البنت على اعتبار ان احنا فاهمين اكتر لا لا أعتذر أنا أكبر منك حبيبي فأنا فاهمة أكتر لا للأسف ما هو احنا كده بندمر جيل كامل بقناعاتنا الغلط جربت لقيت البنت أو الولد مش حابين فهو مش فاشل على فكرة هو ممكن يحب حاجة تاني دايركت أروح أجرب حاجة تاني أوكي تمام وهكذا طب سؤاله التاني هو كان بيقول اعتقد ان هي بت... لما بتروح الصبح عايزه تحضن الميس بتاعتها وهي خارجه الميس من دي احتواء اكتر من البيت مم. لما ولد يوصل معايا للمرحله دي او بنت أه معنى كده اني الحد ده مديه احتواء اكتر من اللي هو شايفه في البيت أه علشان كده فين دور ماما في حياه البنت دي لازم ماما تبدا تحضن البنت تطبطب عليها بس يعني انا كام انا بحس انه ولادي مثلا لو راحوا حضن المدرسه انا مش هبقى متضيقة. مش حاجه مش حاجه غلط خالص يعني, يعني انا بحس اني مبسوطه انه انت عندك حد في المدرسه انت بتحبه اعتقد هو كان يقصد اني بالظبط هو آه. الموضوع عندها اوفر فعشان كده قلت لك ان هي حاسه باحتواء الميس دي اكتر من احتواء مامتها بالظبط طيب خلينا ناخد التليفون ده معانا ام كرولس من سوهاج الو 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 لا يا مكرورس انا مش سامعاكي خالص ممكن تعلي صوتك ممكن نعلي صوت السماعه بعد اذنكم الو ايوه ايوه اتفضلي <تصفيق> <تصفيق> لا استاذنك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص الو <applause> الو مين معانا تليفون تاني؟ الو معنا استاذ وائل الو طيب ناخد التليفون استاذ وائل من امبابه الو الو ايوه الو خير؟ مساء الخير مساء النور أنت وائل؟ لا انا ممينة. ام مينا ام مينا ما هم قالوا لي وائل من امبابه طيب حضرتك من فين؟ من شبرا من شبرا اهلا وسهلا آه لو سمحت انا ابني سنه ثانيه ابتدائي ثانيه ابتدائي و... اه بس هو يعني عنيف شوية يعني ممكن يضرب أي حد عنيف عنيف اوكي اه يعني ممكن هو عنده بنت أخته صغيرة سنتين اوكي يعني ممكن يقول لها قاعدة يقرصها تمام يحطها في أوضة ويقفل النور عليها ويسيبها تصرخ يا الله فأنا م. مش عارفة يعني أتعامل معاه ازاي يعني ممكن أحايله وممكن أضربه لكن أنا مش عارفة يعني طب بصي هو هو موضوع النهارده عن المذاكره والمدرسه وكده بس هنخلي الدكتور ترد عليكي بس يعني رد سريع عشان نبقى احنا فاتحين المجال اكتر للناس بتسال على فكره المذاكره ابنها عنيف جدا وزي ما قلت يعني زي ما شفتي كده وسمعتي انه بيعمل مشاكل بصي هي قالت كلمه كده في النص تخليني اقول عنوان ليها بزعق له او بضربه بحايله او بضربه بحايله او بضربه آه. بضربه انا بضربه دي لازم اعمل عليها فريم ما هي اصل ما هو هو ممكن يبقى سبب لاذى كبير لطفل تاني سبب لاذى هو ما وصلش للعنف الا اذا كان من وهو صغير بيضرب يعني هو عامه العنف ده موضوع طويل قوي طبعا طبعا عشان كده انا قلت لها نرد رده سريعه أه لكن لما يعمل كده اديله أه عقاب عقاب واضح وصريح مش ضرب ولا زعيق ولا محايله المثلث ده مش هينفع في الحاله دي عقب هو بيحب ايه ونمنعه منه آه هو ايه اللي بيخليه يرجع عن اي حاجه غلط هيعملها ونحاول ناخد الحاجه دي منه الى إيه حين طبعا مم. تمام تمام طيب معنا استاذ عيد من المنيا الو الو مساء الخير استاذ عيد استاذ عيد بستاذنك تسمعنا من التليفون الو ايوه ايوه برنامج من أجدها. ايوه فندم احنا معاك وبستاذنك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون خالص <الو> شكرا اتفضل احنا معاك الو ايوه فندم احنا معاك على الهوا اتفضل <الو> ايوه فندم انا عندي بنتي مريم معايا انا مع حضرتك اتفضل <الو> مريم انت سامعاني انا سامعاك كويس جدا اتفضل عندي بنت مريم بس ساعات تبقى مش عايزة تروح هي في حضانة في في تمام ماشي ساعات تبقى عايزة تروح الحضانة وساعات تبقى متعبدة مش عايزة تروح تمام وبيبقى التصرف معاها ازاي لما بتبقى مش عايزة تروح؟ بحاول واتمنى تبقى عايزة تروح مع أمها مش عايزة تروح مع أي حد تاني غير أمها تمام 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 بس بحاول حايل فيها شويه وروح ساعات تبقى عايزه تشلبط باستمرار في, في الكاريز اي حاجه عايزه تمسكها تشلبط فيها باستمرار تشخبط فيها؟ تتشلبط في اه تمسك اي كراسه عندها عايزه تشلبط اما اللي عايزه تمسكها تتشلبط <applause> طب و... و... وفي حد مضايقها في المدرسه ولا بترجع من المدرسه كويسه؟ <applause> هي النت في مره ضربتها هي قالت لي قالت لي ضربتها مره عشان نعمل حاجه غلط بس انا صراحه اتكلمتها وقلت لها لا ما حدش يقتلها خالص ما حدش يكلمها حاولوا تعملوها كويس عشان خاطر تحب المكان ده اوكي ماشي شكرا بشكرك <applause> اجابه واضحه يعني طبعا او السبب واضح يعني بنتكلم فيه من شويه بنت كي جي 2 يعني ضربت يعني اتضربت خلاص الموضوع خلص يعني طب احنا مش هينفع نقول ان الموضوع س... خلص اه يعني ازاي بابا كده بالظبط اللي بقوله يجيب هديه ويديها للميس ويخلي الميس تديها لها علشان تصالحها بالهديه دي مم. مفيش حل تاني دي من ناحيه بابا طبعا. من ناحيه الميس لازم تبدا تحتويها تقول لها انتي الاسيستنت بتاعتي النهارده هتعملي كذا لازم البنت تحب تحس بحب الميس ليها بصي اعتقد ده هيبقى يعني درايه وثقافه بالزبط. ووعي من المدرسه بالزبط. يعني هيبقى صعب قوي حد يوجهها المفروض تتعاملي ازاي مع الطفل ما هي دي بقى مشكله ادارات المدارس ايوه ما ينفعش وانا بناشد على فكره الناس اللي بتعمل الانترفيوهات للي هيشتغلوا في في المهنه دي او اللي هيشتغلوا كمان في كيجي جي 1 وكي جي بالذات لو بدايه المدرسه ما ينفعش اي حد يشتغل في المكان ده الا اذا كان عارف وفاهم ومطلع يعني يعني انا شايفه ان دي يعني مهمه عظمى على فكره يعني 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 انت بتشكل نفسيه بني ادم م. يا اما طلع سوي او غير سوي زيك زي البيت ويمكن اكتر لاني في المرحله دي زي ما حضرتك قلتي كي جي 1 وكي جي 2 بالذات آه في الوقت ده الولد او البنت بيبقى عنده الميس افضل من ماما ايوه وكلامها مصدق اكتر من ماما و... واللي بتقوله صح اكتر من ماما حتى لو الميس قالت كلام غلط وماما كلام صح لا هو هيسمع كلام الميس على فكره ايوه طبعا علشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي من المدرسين بتوع كي جي 1 وكي جي 2 تمام طيب. طيب نروح بقى لجزئيه مهمه جدا علشان انا خايفه الوقت ياخدنا الام ايه اكتر اسلوب غلط بتستخدمه الامهات يخلوا الولاد يكرهوا المدرسه ويكرهوا المذاكره ويكرهوا اصلا فتره الدراسه ويكرهوا ماما للاسف في بعض الاوقات الشبشب الطاير <applause> ده يعني ده, ده السلاح الاوحد في كل <applause> <دا> المتغلب <السلاح تصفيق> <السلاح الدلوط> <applause> يعني يعني <تصفيق> لا في حاجات بتطير حواليه <applause> بالظبط كده في تلات أربع حاجات للأسف كل أم مصرية بتقع فيهم من غير ما تحس. أول حاجة العصبية مش هنقول كل بس تسعين في من الأمهات المصريات عاملات فهم بيصحوا بدري وبينزلوا من البيت صبح بدري بيرجعوا في وقت متأخر وي 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 فراجعين بكل ستريس الدنيا علشان يقعدوا يعملوا الهومورك أو يذاكروا مع الولاد حتى لو مش عملات بقى بقى الطبع الاغلب بز... الطبع الاغلب انه انا عليا لود حتى لو مش بشتغل على فكره بس عليا لود في البيت فانا طول الوقت متعصبه ماما العصبيه تاني حاجه آه ودي برده هي لسه يعني بقى لها سنه ولا سنتين تقول لك الاسوعه عشان يمكن يمسك القلم صح يعني تلاقي الولد عيني لسه مش عارف يمسك او حتى الكبار على فكره او 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 ما بنعملش كده خلاص انا كده عملت نتيجه عكسيه الرسوب صعب ايه هي نار لا 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 هي هو الصباعين دول كده لما ماما تضرب الولد كده ايه طب ايه المشكله في ده لا طبعا فعلا طبعا طبعا الولد كل ما يجي يمسك القلم ويكتب اللقطه اللي هتيجي في عينه على فكره حتى هو في المدرسه ايد حضرتك اللي ضربته طب ما هو هيخليه يمسكه كويس لا خالص ممكن تجيب نتيجه عكسيه مع الطفل العنيد امم وفي وفي السن الصغير بيبقى عندي 75% من الولاد اصلا بطبيعه المرحله اطفال عنيده امم ف... فلا مش حاجه كويسه مم. العصبيه الزعيق اني انا للولد وهو بيذاكر حاجه كمان برضو بتخلي الولد يضايق جدا من مامته المقارنات الدايمه اه لا دي تمام طبعا بص صاحبك اللي معاك بيعمل وبيعمل بصي مش عارف بنت خالتك لسه في حد بيعمل كده اصلا؟ أو طبعا وكتير كتير جدا فعلا؟ طبعا طبعا حاجه بقى بتخلي آه الولاد تتضايق وتزعل وي 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 ماما آه قالت للولد انت هتكتب فهو كتب وهي ما تبعتش فتيجي من غير اي كلمه ودي لقطه حصل ايوه شفتي يعني اهو هو كده بالظبط امسح <تضح> كله <تضح> <تضح> والولد يعني <أخير> اللي هو بيه ده فاهم <تضح> انا بعمل كده ما, ما, يعني <تضح> ما حضرتك ما قلتيش يعني ما حضرتك ما قلتيش طب هو ما هو انا هقول لحضرتك حاجه بصي انا عندي مشكلة دي وللاسف انا بعملها اوقات كتير عارفه انها بتضايقهم جدا جدا انا عارفه انا مش المفروض اتكلم على حاجه شخصيه ولكن مش انا بس يعني ناس كتير حواليا بيعملوا كده بس احنا مطلوب مننا اننا انا ما نقعدش جنبيهم وهما بيعملوا الهوم ورك او ما نقعدش جنبيهم وهم بيذاكروا فازاي بتطلبوا مننا ما نقعدش جنبيهم ونبقى متابعين علشان لو لقيت غلط ما امسحوش طب ما هو انا مش ب... انا مش واقفه جنبك فانا مش شايفه انت بتكتب ايه فوضع طبيعي لما ليك بتعمل حاجه غلط وخطك وحش وكاتب غلط وحاجه الغلط همسح اكيد نعمل ديل من الاول خلي بالك قلمك واستكتك ومسطرتك جنبك وانا هخلص حاجه واجيلك لو انت حسيت ان في حاجه غلط انت مسحب نفسك لكن ما تجيش حضرتك تقومي ده كاني بالظبط كده حد بنى برج أيوة وفي لحظه انا بحس ده أيوة انت انت حضرتك وبعدين يا حرام بيقولوا وهما كمان صغيرين يقول لك ايه كله بالظبط هو كل يعني مامي هيتمسح يعني طب حته طب نعمل دي مشكلتنا ان احنا بنعملهم على انهم اطفال قوي في حين ان احنا لو كبرناهم هيكبروا يعني في مبدا كده انا بحبه كبرني تجدني ده بينطبق على الاطفال وخصوصا كي جي 1 كي جي 2 جريد 1 الحاجات كبرني تجدني هنعمل ديل لو عملنا كده الدنيا تمام انت بعينك شوف اللي ما يعجبكش امسحه قبل ما ناجي طب قبل ما نختم كده عايزه افرق ما بين الديل اللي هعمله معاه والمساومه يعني لو عملت ده هتاخد ده ولو ما عملتش ده مش هتاخد ده ففكره اني دايما بحطه في يعني ميزان كده في كفتين لو اتعملت وكفتك هي اللي كده تمام ما طبتش خلاص بينهم شعره ايوه ما هي دي بقى هي دي جزئيه بينهم شعره ايوه اعملها ازاي اني مش كل خطوه الولد يخطيها اقول له هتاخد عليها هديه لا احنا نخلي الحافز مره واحده كل كام يوم لازم وده مبدا يطلعوا عليه من وهم صغيرين علشان الولد بعد ما يساومنيش لو ما جبتليش مش هعمل أيوة. لا على فكره ما تعملش عادي ما عنديش مشكله خالص بس تبدا من عند حضرتك اللي هو ايه بقى النهارده وبكره وبعده في ولاد ما بتقدرش قيمه الوقت ايوه بالظبط فانا اقول لهم ايه النهارده وبكره وبعده لو الدنيا مشيت في دول كويس يبقى هنقعد نتكلم اللي انتوا عايزينه هنجيبه هنعمله هنخرج كده اديهم حريه الكلام وديهم واديهم مسافه او وحسسهم بالوقت بالظبط حسسهم بالوقت بالظبط بس مش اكتر طيب روشته اخيره كده وسريعه علشان نختم بيها الحلقه لكل اسره دلوقتي بتشوفنا كل اب وام عندهم مشكله سواء جوه البيت او في المدرسه او, أو لو الطفل عفوا هو نفسه مش عايز يذاكر وبيتباطا او بيتلكك بمعنى اصح تمام أه هنقولها كده في بوينت بسرعه، أول حاجة لو حضرتك حسيتي إن ابنك عنده مشكلة مع المدرسة لازم حضرتك ترجعي للمدرسة تفهمي من المختص أو المسؤول أه أنا ابني عنده ليه ما بيحبش يجي المدرسة؟ ده على فكرة هيكبرك في عين ابنك ويحسسه إنك مهتمة بمشكلته، ما تتجاهليش وتقولي هتتحل مع الوقت، دي أول حاجة، تاني حاجة فيما يخص البيت لا للعصبية، الضرب المقارنات الـ الـ للاسف في امهات بتغلط في ولادهم آه الاجبار هنعمل ده دلوقتي طب انا دلوقتي تركيزي مش جاي نحط دايما حاجات بديله خطه وخطه بديله دايما انا عارفه ان كلنا وقتنا ضيق ومقدره قوي الحته دي بس احنا بنبني مستقبل ولادنا الولد المتباطئ دايما ابقى على دماغه انا عارفه ان هو دي طبيعته فيلا نخلص علشان نعمل كذا أيوة. ده بقى انا بعتبره سبيشال كيس ايوه بالزبط. يعني يلا انا مضطره اقف دماغه طول الوقت بالظبط كده يلا نخلص عشان نعمل كذا يلا نخلص عشان لو خلصنا دلوقتي هسيبك 10 مينتس تعمل كذا آه. بالظبط ده اللي انا شايفه اللي لازم نحدد له الموضوع على طول يعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور فيفيان ماجدى اخصائي سلوكيات اطفال وماجستير صحه نفسيه نورتينا النهارده وشرفتينا وبشكرك فعلا على الكلام الحلو حلقه رائعه بشكرك مرسي مرسي مشاهدينا كنا معاكم النهارده في حلقتنا 8 جدها يوم الاثنين نتمنى تبقى الحلقه عجبتكم طول الوقت بنحاول نتكلم معاكم في حاجات تخص الاسره تخص علاقاتنا ببعض تخص تربيتنا لاولادنا عندكم اي سؤال او استفسار ابعتوا على صفحتنا الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك باسم ولوجو البرنامج وصفحه القناه كمان موجود عليها كل الحلقات والشانل الخاصه بالقناه سي تي في ايجيبت على اليوتيوب موجود عليها كل الحلقات يوم الاربعاء اللي جاي حلقه جديده جدها